فيما يخص الحرب الأخيرة لحتى الآن لم يتم اللي هو يعني إصلاح أو اللي هو إعادة إعمار أي من الوحدات، ولا يوجد أي تعهدات لحتى الآن من أي جهة كانت. ما تم اللي هو يعني التدخل فيه فقط اللي هو إغاثات عاجلة للحالات أو الوحدات السكنية اللي طبعا ضرت بشكل كلي أو جزئي غير صالح للسكن، اللي هو قرابة 100 وحدة. أما فيما يخص اللي هو إعادة إعمار هذه الوحدات أو إصلاحها، حتى الأمور ما زالت يعني ننتظر تمويل من أي جهة السد اللي هو العجز في هذه الوحدات. تحكي عن قرابة 1500 وحدة متضررة بشكل جزئي، من ضمنها طبعا اللي هي 100 وحدة ما بين مهدمة كلي أو ضرر جزئي غير صالح للسكن. أبراج لحتى الآن لا يوجد أي تعهد أو أي فهم كيف منحة لإعادة إعمار الأبراج. أنت بتحكي عن قرابة 15 برج أو عمارة بحاجة إلى تقريبا 60 مليون دولار للتدخل. في عندنا شح في التمويل بالإضافة إلى عرقلة ومعوقات إسرائيلية لإعادة إعمار هذه الأبراج. هذا الموضوع إحنا كان يعني حيتنفذ، ولكن توقف في الفترة الأخيرة نتيجة اللي هو كان هناك بعض الجلسات مع اللي هم المواطنين ولجان الحي اللي شرح لهم اللي هو المشروع وكيفية اللي هو تنفيذه. وبعد ذلك الجلسات لأنه لم تنتهي فتأخر موضوع هذين البرجين أو عفوا الجسرين. نعم.